في عالم لغات البرمجة، ظهرت جافا كابت كار ثوري في أوائل التسعينيات. بدأت رحلة جافا بفكرة طموحة من قبل جيمس جوسلينج وفريقه في شركة سون مايكرو سيستمز بهدف إنشاء لغة للأجهزة الرقمية. لم يكن لديهم أدنى فكرة أن ابتكارهم سيتجاوز هدفه الأولي ويحدث ثورة في مجال تطوير البرمجيات. في ذلك الوقت كانت لغات مثل C++ وVisual Basic تهيمن على عالم البرمجة. غالباً ما تتطلب هذه اللغات من المطورين كتابة كود خاص بكل نظام أساسي، مما يجعل من الصعب إنشاء برامج يمكن تشغيلها بسلاسة على أنظمة تشغيل مختلفة. سعد جافا لمعالجة هذا القصور من خلال تقديم مفهوم اكتب مرة واحدة شغل في كل مكان. تخيل مبتكر جافا لغة قوية ومحمولة تسمح للمطورين بكتابة الكود مرة واحدة ونشره على أي جهاز مزود بآلة جافا الافتراضية. شكل هذا المفهوم الثوري حجر الزاوية لنجاح جافا وميزها عن سابقاتها. واجه ريكسون مايكرو سيستمز العديد من التحديات في سعيه لإنشاء لغة يمكنها تحقيق رؤيتهم الطموحة. غالباً ما كانت اللغات الموجودة معقدة ومرهقة، مما يعيق إنتاجية المطورين. للتغلب على هذه العقبات، ركز مبتكر جافا على البساطة وسهولة القراءة وسهولة الاستخدام. في منتصف التسعينيات، تميز مشهد تطوير البرمجيات بمجموعة متنوعة من لغات البرمجة، لكل منها نقاط قوتها وضعفها. من بين هذه اللغات كانت دلفي وفيجوال بيسك سبثة، وكلاهما اكتسبوا شعبية كبيرة لقدرته على إنشاء تطبيقات سطح مكتب قوية. اشتهرت دلفي التي طورتها شركة بورلاند بقدراتها السريعة على تطوير التطبيقات وبيئة التصميم المرئية. لقد سمحت للمطورين بإنشاء تطبيقات جذابة بصرياً وغنية بالميزات بسهولة نسبية. من ناحية أخرى، كان VB6 مفضلاً لدى المطورين نظراً لبساطته وسهولة تعلمه. ومع ذلك، كان لكل من دلفي و VB6 قيود عندما يتعلق الأمر باستقلال النظام الأساسي. غالباً ما كانت التطبيقات المطورة بهذه اللغات مرتبطة بأنظمة تشغيل محددة مثل ويندوز، مما يجعل من الصعب نقلها إلى أنظمة أساسية أخرى. تحدى وصول جافا الوضع الراهن من خلال تقديم نهج مستقل عن النظام الأساسي لتطوير البرمجيات. بخلاف نظيراتها، لم يتم تجميع كود جافا مباشرة إلى كود الآلة. بدلاً من ذلك، تم تجميعها بلغة وسيطة تسمى بايت كود، والتي يمكن تنفيذها بواسطة JVM. يعني هذا النهج المبتكر أن تطبيقات جافا يمكن تشغيلها على أي جهاز مزود بجهاز JVM بغض النظر عن نظام التشغيل الأساسي. كانت ميزة قابلية النقل هذه بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في صناعة تطوير البرمجيات، مما مهد الطريق للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية وعزز مكانة جافا كقوة مهيمنة في عالم البرمجة. يكمن جوهر استقلالية جافا عن النظام الأساسي في جافا Virtual Machine JVM، وهي طبقة برمجية تعمل كوسيط بين كود جافا الثنائي ونظام التشغيل الأساسي. JVM مسؤولة عن تفسير وتنفيذ كود جافا الثنائي، مما يضمن إمكانية تشغيل تطبيقات جافا بسلاسة على أي نظام أساسي يتوفر به JVM. تم تصميم بنية JVM لتوفير بيئة آمنة وخاضعة للتحكم لتطبيقات جافا لتنفيذها. تفرض سياسات أمان صارمة تمنع الكود الضار من الوصول إلى موارد النظام أو المساس بسلامة النظام الأساسي. كانت ميزة الأمان هذه حاسمة بشكل خاص في الأيام الأولى للإنترنت، عندما كانت مخاوف الأمان ذات أهمية قصوى. علاوة على ذلك، يتضمن JVM إدارة ذاكرة تلقائية، وهي ميزة تعرف باسم جمع البيانات المهملة. في لغات البرمجة التقليدية، كان المطورون مسؤولين عن تخصيص وإلغاء تخصيص الذاكرة يدوياً، وهي عملية كانت عرضت للأخطاء وتسريبات الذاكرة. يقوم جامع البيانات المهملة في جافا بأتمتة هذه العملية، مما يحرر المطورين من عبء إدارة الذاكرة ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء متعلقة بالذاكرة. جعل الجمع بين استقلالية النظام الأساسي
والأمان وإدارة التلقائية من JVM مفهوماً ثورياً في تطوير البرمجيات. لقد مكن مسوي ورين من إنشاء تطبيقات قوية ومحمولة وآمنة بسهولة وكفاءة أكبر. البرمجة الشيئية هي نموذج برمجة يؤكد على استخدام الكائنات والفئات في تطوير البرمجيات. الكائنات هي مثيلات للفئة التي تعمل كخطط لإنشاء الكائنات. تشجع البرمجة الشيئية المطورين على نمذجة كيانات العالم الحقيقي ككائنات لكل منها خصائصها وسلوكياتها. تبنت جافا مبادئ البرمجة الشيئية منذ نشأتها، مما جعلها لغة قوية ومتعددة الاستخدامات لتطوير تطبيقات برمجية معقدة. زودت مفاهيم البرمجة الشيئية الأساسية مثل التغليف والوراثة وتعدد الأشكال المطورين بأدوات لإنشاء كود معياري وقابل لإعادة الاستخدام وقابل للصيانة. يشير التغليف، أحد المبادئ الأساسية للبرمجة الشيئية، إلى تجميع البيانات والأساليب التي تعمل على تلك البيانات داخل وحدة واحدة، الكائن. يخفي هذا التغليف الأعمال الداخلية للكائن عن العالم الخارجي، مما يمنع التعديلات غير المقصودة ويعزز سلامة البيانات. تسمح الوراثة للمطورين بإنشاء فئات جديدة بناءً على الفئات الحالية، وراثة الخصائص والسلوكيات من فئاتهم الأصلية. يعزز هذا المفهوم إعادة استخدام الكود ويقلل من التكرار ويسهل إنشاء علاقات هرمية بين الفئات.